اكيد طبعا لحمه فيليه، راح يكون في بصل، فلفل حلو الوان، فطر، جبنه امنتال، خبز فرنسي، وطبعا حبيبه قلب شيف ميشيل هي الزبده. هلا بدنا نعمل البطاطا تبعت الستيك ساندويتش اللي هي قلنا بدنا نعملها بيكت بالفرن، بس بدنا نقصها بطريقه معينه اللي هي منجيب عيدان اثنين وبنحط البطاطا عليها عشان بس نقص ما تنزل للاخير. طيب بهاي الاثناء هاي الطريقه مهمه جدا نعرفها، هاي الستيكس ضروريه. خلينا بدنا ايش اياها عند المحل الخضار البطاطا. يا سلام عليك شو معدل يا سيد، يا سلام عليك شو معدل. صرت اسمع وبعرف احوس بصلها. يا سلام عليك شو معدل. طيب تمام ماشي يا سيدي. هلا احنا هون، هلا سمير هون عملنا، حطينا عيدان تحت البطاطا تمام، ومنقصها بطريقه انه ما تنزل للاخير، بدنا اياها زي الشيبس العيدان عشان ما تنزل الأخير التقطيع. احنا اوريدي مجهزين واحدة طبعا تحت الهواء. طبعا في تحية احنا حابين نوجهها لمخرجتنا كريستين، كريستين هي اللي بتسوي معظم فقرات الشيف تيمور. بدناش كمان نزعل، بدناش كمان نزعل شادي. وشادي طبعا طبعا احنا شو يعني احنا كلنا اصدقاء وعيلة فعلا وتيم واحد، بس اللي مؤخرا معك اتوقع معظم اخراج كريستين خوري. ها طبعا يعني كريستين خوري احنا وياها بلشنا مع بعض، من اكثر الناس سرعه في رؤيه تميزت. طيب ورجينا هاي الشيف كده تعملها بعد ما قطعتها. هلا بنحط زيت زيتون. زيت زيتون حلو، ملح، الله، فلفل. اللحمه لها رونق يا جماعه الخير، عندما تحضر اللحمه يعني خلص بنتهي الموضوع. ومنضيف شوية كيجن. بيعطي نكهة كثير طيبة. وشوية بابريكا. ومنحرك. أنا بهي الأثناء عم بحضر له الستيك. نعم. اللي هو عبارة زي ما حكينا احنا بوصفة. عن فلفل احمر واصفر واخضر واكيد بصل، انا البصل عندي جدا مهم لانه بعطي نكهه كثير زاكيه. اه طبعا يعني احنا الستيك ساندويتش طبعا كل واحد بيحب يعملها حسب الرغبه، بس انا بالنسبه لي يعني مكونات بسيطه، ما بدنا نعجق، ما بدنا نساوي، بدنا كمان نستغل الوقت لانه انت عارف الطبخ اللايف، طبخ اللايف مش شيء سهل ابدا. هلا سمير متاكد هون انه فاتحه 100% عشان بس نشربها بالزيت والخلطه اللي سويناها. اوكي تدخل لجوا. تمام نظبطها من هون. الزيت جاهز على النار، اتوقع حمي كثير، حمي كثير جدا، فبنحطه على جنب برده. يا سلام يا سلام. فهيك نبلش احنا بالبصل. تيمور طبعا بلش بسندوش الستيك. انا بلش سندوش عشان استغل وقت. هي بده حطيناها. هلا بدي بلش بالبصل، نعطيه ضربه سريعه جدا هيك، فهمت علي كيف؟ النار عاليه. طبعا اللحمه زي ما انت شايف لحمه جميله جدا من لحمه الفيليه، الدهن فيها طبعا اقل، و وراح يعني امشي معاها زي ما مشيت معك انا بالستيرلوين. شوف تيمور هاي. نعم سيدي. البطاطا اذا بتحب نحط معها، بس دقيقة شيف. على درجة حرارة كم بدنا نحط بالفرن شيف ميشيل؟ 220 بنحطها. 220 درجة حرارة عالية نوعا ما. تقريبا نعم. وين الملح؟ بس نتأكد أهم شيء إنه تشرب من جوا. تمام تشرب من جوا. وهلا بنرجع بنرش عليها كمان شوية ملح، نخلطهم مع بعض هيك. بدي أحب أنا اللي شايف كل هدول. الله أخي العزيز روح نلمهم طبعا، نفردهم على النار. أوكي حلو بعض. شغله بعد اشوح لك هاي. تفضل يا ريت شوح ليها على السريع لانه هاي طبعا ما شاء الله اللحمه رقيقه جدا، يعني بتاخذ بتاخذش وقت كثير على القلي. تشويح يعني بني مرقبها. مرقبها ضلك مرقبها. خلينا نخلط احنا نخلط البصل مع اللحمه، هاي تاخذ نكهه هاي وهي تاخذ نكهه من هاي. شغله زي الله الله الله. بهي الاثناء بدي البطاطا جاهزه. بطاطا جاهزه يلا
على درجة حرارة زي ما حكى لنا الشيف ميشيل طبعا انها 220 درجة. تشربها منيح وركز على هذا الموضوع انها تتشرب من جوا منيح بالصاص اللي عمله. بس نحط الفلفل الملون الملون معاه ونطلع لفاصل. نطلع لفاصل سيدي، بس قبل ما نطلع فاصل روح نضيف. تمام المشروم قلب سيدي. الله طيب كمل 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 ما عليك كمل يا كمل كمل يا تيمور ما عليك اكمل. عموما احنا والشيف طبعا تيمور والشيف ميشيل سوينا الستيك للان، قاعدين بدنا نسوي الان ساندويش الستيك هيو في مراحله النهائيه. شيف ميشيل اذا بتحب تطلع البطاطا من الفرن يلا بالقصدير. يا سلام نحطه هون زي ما هيك. طبعا انت هاي عمدا هاي المطه، هاي المطه عمدا سيدي. نعم عشان شهيك. وطبعا ما تنسى ما تنسى بدك اجيب لك انه احنا بنعمل لو سمحت اللي بالنص. الله يسعدك. ايوه يلا. زي ما انت شايف صحن جدا بسيط قطعها بالنص. ايوه عندك عندك سيدي عندك 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 سيدي. خلينا نقطع هاي هيك. هاي البطاطا، هاي البطاطا طبعا ما صارت جاهزه. يا سلام اذا ما كانت هيك زي ما انت شايف. والله زي مخرجنا العظيم هيك. ايوه جربها سمير. طبعا تفضل. يا سلام يا سلام